السلام عليكم ورحمة الله. كيف ينظر إلى دور النخب السياسية في العراق الجديد؟ وإلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه النخب في صياغة واقع يتم فيه قبول الرأي الآخر واعتماد التعددية؟ كيف انعكس أداؤها على الشارع العراقي؟ وكيف يمكن أن تؤثر في مجريات الانتخابات المقبلة؟ ما مدى ثقة الجمهور بنخبه السياسية؟ وما هو دورها في العملية السياسية الجارية في العراق؟ النخب السياسية والانتخابات موضوع هذه الحلقة من برنامج الانتخابات العراقية 2010. ضيوفي الكرام، معنا من بغداد السيدة جمانة مكي كبة، المرشحة عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي، ومعنا أيضا من بغداد الأستاذ عباس البياتي، عضو مجلس النواب العراقي، ومن بغداد أيضا الدكتور حسن الياسري، المرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون. نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. منذ 9 نيسان عام 2003 والشارع العراقي ينتظر دورا فعالا للأحزاب والنخب السياسية المعروفة لتوعية المواطنين والمساهمة في تهدئة الأوضاع وعزل العصابات الصدامية وفضح التدخلات الأجنبية والعربية وفي الإدانة العلنية لمظاهر النزعة الطائفية التي كادت أن تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه لولا الصوت العقلاني والمعتدل لبعض المرجعيات الدينية والنخب السياسية التي حالت دون نقل خلافاتها إلى الشارع. ويؤكد المراقبون للشأن العراقي على دور النخب السياسية في تهدئة أو تأجيج الشارع من خلال مواقفها وسلوكياتها التي كانت بعضها تدق طبول الطائفية، ما جر العراق إلى شفا حرب أهلية، في حين كان لبعض النخب دور مشرف في وأد الفتن والدعوة لحب الوطن أولا وأخيرا. وفي المرحلة الراهنة حيث التحركات الأمريكية العربية تسير في سبيل تغيير الموازين وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، يبرز دور النخب في توعية الأمة والتوجه بها إلى انتخابات تضمن حرية وسيادة العراق والخروج من نفق المحاصصة والتوافقية، وصولا لعراق يكون سيد نفسه ويحكمه القانون ولا شيء سواه. إذن مشاهدينا الكرام، النخب السياسية والانتخابات موضوع هذه الحلقة من الانتخابات العراقية 2010، وأبدأ الحوار من بغداد مع الأستاذ عباس البياتي، عضو مجلس النواب والمرشح عن ائتلاف دولة القانون. أستاذ البياتي، أهلا ومرحبا بكم. وبداية نريد أن نقدم قراءة لأداء النخب السياسية العراقية بعد عام 2003. كيف تقيمون أداء هذه النخب منذ السقوط وحتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية لضيوفك الأعزاء ولسائر مشاهدي قناة العالم الفضائية. أعتقد بأنه النخب السياسية وتصديه للعمل السياسي المباشر بعد 2003 بعد سقوط النظام البائد، هذه المسألة قد مرت بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة التعرف على هذه النخب. الشعب العراقي كان يعيش فترة من النظام الدكتاتوري، من خلال هذا النظام قد منع هذا النظام أن يتعرف الشعب على هذه النخب التي كانت قسم كبير منها في الخارج وفي المهجر تمارس العمل السياسي والتنظيمي وكذلك التعريف بالمظالم الذي يتعرض له الشعب العراقي. فإذا بعد السقوط النخب السياسية عملت على تعريف نفسها من خلال مواقفها، من خلال تاريخها، من خلال عملها ودورها، وتقديم نفسها على أنها القيادة الجديدة البديلة عبر مؤسسات. الأمر الثاني وهي التمازج واستيلاد نخب جديدة من خلال الانتخابات، الانتخابات التي مرت على العراق أكثر من 3 انتخابات مهمة. من خلال هذه الانتخابات تم استيلاد نخب جديدة وتم تعريف الشارع العراقي بنخب جديدة، وقد عملت هذه النخب على قيادة النظام السياسي الجديد في فترات حالكة جدا ومنعطفات حادة، خاصة أن النظام الجديد قد تعرض إلى محاصرة إقليمية من جهة، وكذلك تعرض إلى هجمات إرهابية شرسة. من هنا فإن
النخب السياسية حاولت أن تجد طريقا لهذا النظام السياسي لكي يستقر ولكي يواصل دوره في التعبير عن متطلبات وآمال الشارع العراقي. النخب السياسية عملت في ظروف صعبة جدا، هذه الظروف التي عصفت بالعملية السياسية، ولكنها استطاعت أن تقود حكومة وعملية سياسية. الآن نقطف ثمرة هذه العملية من خلال وجود دستور، كتبت دستور هذه النخب في ظل تجاذبات واستقطابات، كما أنها شكلت أكثر من ثلاث حكومات، وكذلك قدمت وزراء وقدمت أعضاء مجلس نواب. فبالنتيجة أستطيع القول بأنه النخب السياسي استطاعت أن تؤدي دورا جيدا إلى حد ما، عندما نلاحظ مجمل الأوضاع التي أحاطت بعمل هذه النخبة وبالعملية السياسية. طيب أنتقل إلى السيدة جمانة كبة في بغداد. سيدة جمانة، كيف تقيمين أداء النخب السياسية، خاصة أن هذه النخب عاشت أما في غياهب السجون أم في الخارج مشردة ومطاردة من قبل النظام السابق، أو كان البعض منها من الممجدين لأنصار النظام السابق، حالها حال أي نخبة سياسية في العالم العربي؟ سيدة جمانة. طيبة لك سيد العلوي ولجميع المشاهدين. الحمد لله اليوم عندنا انتخابات، وسيحق لنا أن نختار يعني من يقود هذا البلد. في الواقع أنا أحب أن أقول أن معاناة النخب يعني اللي كانوا في السابق في السجون، وكذلك اللي شاركوا في نقل جرائم النظام السابق إلى المحاور الدولية، هذا عمل يعني يجزيهم الله عليه، وهو عمل مهم كان جدا في وقته. اليوم نحتاج إلى التنفيذ، نحتاج إلى من ينفذ في الوزارات وفي المؤسسات الدولة، ومن ينقذنا من الإرهاب، ومن يصلح البيئة، ومن يعني يمشي أمور البلد. كل هذه التضحيات السابقة يعني على رأسنا نحطها، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى من ينفذ ومن يقود البلد إلى شاطئ الأمان. فلهذا أنا أدعو الجميع في ظل هذا الصخب الإعلامي، أدعو الجميع إلى الانتخاب الإعلامي، إلى التأمل والتفكر بهدوء بمن نضع ثقتنا، وبمن يعني نسلم أمر أولادنا. نحن يعني لا ننكر جهود أي أحد في السابق، ولكننا نتطلع إلى المستقبل وإلى الجهود المستقبلية. نحن نريد من كل النخب التي يعني لها القدرة والكفاءة أن تظل في هذا المجال وتعمل، ولكن نتمنى ونرجو ممن لم ينجح ولم ينفذ أن يفسح المجال للآخرين لكي ينقذوا هذا البلد مما هو فيه. أتمنى من جميع الناخبين أن يقيموا عمل جميع من شارك، أن يعني نسامح من أخطأ ونفسح المجال للآخرين في أن ينفذوا برامجهم الجديدة. أنا أدعو الجميع إلى التفكر بهدوء والتأمل، واختيار من يحب العراق ويرحم العراق ويخدم العراق. طيب أنتقل إلى الدكتور حسن الياسري. دكتور حسن الياسري، يعني كيف تقيم وكيف ترى انعكاس أداء النخب السياسية العراقية على الشارع العراقي؟ كيف تقبل الشارع العراقي هذه النخب، هذا الشارع الذي عاش منذ ولادة الدولة العراقية تحت ظل ديكتاتورية وتحت ظل حاكم واحد، وكيفية تعامل الواقع العربي المحيط بالعراق مع هذه النخب التي قادت البلد من 2003 حتى يومنا هذا؟ نعم دكتور الياسري. نعم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة العالم الفضل.